هيدا القرص الذهبي، هيدا هلا رح ذوقك اطيب ساندويتش فلافل ماكلها بالعالم. الله معه اشرف، صباحه. اهلا وسهلا، كيفك؟ حبيب القلب. تمام، هاي جينا لعند اشرف ارناؤوط ملك الفلافل بالنبطيه. اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ تمام. ليك اشرف، انت جيت لعندك اخر مره؟ انا انت جيت لعندي من شي سنه ونص تقريبا، سنتين ما هيك؟ سنتين وتم اكثر شوي. شو وضع الفلافل؟ اوه اطيب من قبل، اطيب من قبل. هيدا الزيت اللي انا دائما بقول لهم كل يوم بكب الزيت ما حدا بيصدق. هلا انت جيت لعندي فجأة، صح؟ وهلا الساعة تقريبا 12 ونص، يعني نحن مشتغلين منيح. قد ايه لك عم تقلي؟ صار لنا من التسعة الصبح. من التسعة الصبح؟ ليك اشرف، هون بالنبطية العالم بتروق فلافل؟ في ما لها وقت محدد، الصبح ظهر عشية بنتروق، بنتغدى بنتعشى فلافل. قصة كلها يعني. هلا رح ذوقك اطيب ساندويتش فلافل ماكلها بالعالم. والله يا ريت يا اشرف، يا ريت، لحتى اكون صادق معك ومع الناس. اغلب متابعيني بيعرفوني ما باكل فلافل، ما بيسوالي لان عندي انيميا الفول، بس انا عندي متعه شخصيه إيه؟ انه اتفرج على الفلافل هي عم تنقلها، هي عم تنلف، هيدي هالخضره وهالكبيس والطراطور. احنا بعدنا معتمدين موضوع هيدا القلي بالايد، قادرين نجيب مكانات. صح، صار في مكانات بتقلي، بس هيك افضل 100%. بعد هيدي على الدقه القديمه يعني. هيدا القرص الذهبي، هيدا القرص الاشقر. تفضل. شيء دنتان عم المعروف، وحدة عادية مثل ما بتعملها يعني، ايه، وحدة بس كبس، كبس بمصر والله، بس كبس بلا كبس بمصر، بلا كبس بلا كبس بلا كبس. وحدي بقدونس وطرطور، وحدي عادية، وحدي بس بقدونس وطرطور. بقدونس وعفوا بندورة وكباس بلاب، بس ايه يعني بس بقدونس وطرطور، كل شيء معانا بندورة وكباس. وحدي عادي والتانية عادي، كل شيء فيها طلب بندورة وكباس بقدونس وطرطور. اشرف، هاي البندوره بالترتيب،
بالترتيب. شو قصتها بندوره بالترتيب؟ هيدي قصه كبيره يعني. هيدي ما حدا في يجيبها ابدا. هيدي على رأي جيبها اذا فيك تجيبها يعني؟ اوكي. انا مميز حالي. هيدا الساندويتش الكبير. هيدي الكبيرة. اوكي. صح. انا مميز حالي بهيدي الامور، يعني انا لما اقول البندورة الحمراء بالترتيب. نعم. والتراتورة الاكسترا، هولي كل العالم حفظتهم، يعني هيدا دليل نجاح. نعم. لتفوت انت بقلوب الاطفال بالاخص، هيدا دليل نجاح. 100% طبعا. ما عدا الناس النكدية اللي أعداء النجاح بتصير تنمر على كل شيء. صح. هولي إجباري يعني، هو أعداء النجاح. صح. تفضلوا حبيبي. تفضل. تفضل. أهلا وسهلا فيك. عطيك. بدي لو سمحت بسنتين. تكرم. هيدي الكبيرة بنحط فيها 5 أقراص والعادية 3 أقراص، يعني أكثر من هيك بتصير بطل في الواحد ياكلها كمان. أكيد خير الأمور أوسطها. هيدي لأنها بلا كبيس وبلا قرص زيادة بنحط له قرص زيادة لأنها ما تطلع فاضية بعد. وهيدي الفقش البريمو قرصنا بعمره ما بيتغير لأنه بضاعتنا هي ذاتها الكواليتي، بنشتغل على البضاعة المرتبة دائما 100%. أغلى بضاعة بنجيب ما بنتدخلن على مصلحتنا. بالنهاية نحن كل يوم بناكل فلافل، أهلنا أولادنا كل يوم بياكلوا فلافل. صح. سندويشتنا صح عمرها 80 سنة بعدها هي ذاتها. 80 سنة. نحن حكينا قبل بمرة التاريخ. عن التاريخ، جدي وبي وعمومتي هن الأساس يعني لهذه المصلحة، وعم نتورط أبداً عن جد من جيل لجيل. قد ما فينا عم نحاول نطور ونحسن ليطلع كل شيء بريمو. 100%. هلا انا بحطهم على الوجه، غيري بحطهم بساندويش. اكيد. وحده عادي اذا بده بيض عادي. ايه. وهيدي بس بلا كبسه وبندوره. بنشتغل دائما على ال تفضل يا حبيبي. هيدي عم نعبي دزينتين فلافل، ما في ولا مطعم بلبنان كله عامل هيك باكج مرتب 100%. عم نحكي يعني فلافل، عم نشتغل على الباكج وعم نشتغل على الكواليتي كله تمام. عم نحكي اشرف، عم نحكي اشرف مطاعم الفلافل انه مش مطاعم فلافل عاملين هاي الباكجينج. صح. اكيد غير البرجر وهالامور عاملين كثير، بس انه على صعيد عشان ما حدا يكون عم يحضر الفيديو ويقول شو الحكي هذا. لا بس مطاعم الفلافل. صح. لا بس لك اشرف كثير كثير مرتبه هاي كعلبه فلافل 25 دائما نحن بنزيد هيك اوفي الكيلو والميزان 100%. احسنت. بتتسكر مرتبه بضلوا محافظين على سخونتهم 100%، ما بعجنوا. كياس مرتبه، ورق مرتب، شو بده زبون اكثر من هيك واحلى من هيك؟ وهيدا سيرفيس سوبر اكسترا 100%. والملقى الحلو كمان اكيد. الملقى الحلو اهم شيء. تفضل يا حبيب القلب. هلا بدي اعمل لك ساندويش مع دبس الرمان وصوص كاري. كاري مش ملحق منا، هيدا ابتكارنا نحن. هاي ابديت جديده يعني؟ ابديت جديده. هيدي قصه كبيره، هيدي للجيل الجديد. الفلافل اللي بده اوريجينال موجوده مثل ما عم نلفها، الفلافل العاديه اللي بده اشياء مميزه، واللي بحب الصوصات لعيونه. ما هي لك اشرف في نقطة هون كتير مهمة، قال له قول على ذوقك والبط على ذوق الناس. انا بدي احط مثل ما قالك قصة الشوكولا. انا بدي طعمه، انا بدي احط عسل مع الفلافل. مين له معنى ولو قية؟ وهيدي اطيب ساندوش فلافل من ابتكاري مع كاري ودبس الرمان. اشرف في حدا عم يطلبها مع كاري ودبس الرمان؟ هيدي ماني ملحق منها للصراحة. كل الجيل الجديد مع كاري ودبس الرمان، بطل حدا ياكلها اوريجينال، بقدونس ملفوف نانا، ومثل العاده هيدي اللي دائما حافظينها البندوره الحمراء بالترتيب. بالترتيب. وكبيس الخيار. كبيس اللفت. والفقش البريمو. والتراتور الاكسترا.
كل أربعة الفقرات. هيدا دبس الرمان. أوكي. والصوص الكاري. وهيدا الكاري. ليك على فكرة في مية بالمية بالعراق بيأكلوها مع صوص أصفر اسمه عنبة. عنبة. هيدا بس ليك الصوص عنده مانجا وبهارات وهيك أشياء. أنا من كم يوم عملت فيديو نزلته مع فلافل مع مانجا واستغربوها وفي منهم ما استغربوها. ليه؟ لأنه المانجا بتتاكل مع الأكل. مية بالمية. أنا بجيب مانجا فجة حامضة وبغطى بالملح وبأكلها. قصة كبيرة صح بتتاكل الأفوك أو المانجا بيتاكلوا مع الأكل. صح. وهيدا أطيب ساندويتش فلافل لعيونكم. وبعد في كتير أمور مع حبش مدخن مع جبنة حلوم مقلي فلافل سلاد كتير قصص جديدة. تمام مثل ما عودناكم دايما نمبر 1 حبيبي أشرف. يلا منشوفك السنة الجاي كمان حبيب قلبي. بريمو لعيونكم أحلى متابعين.